اوكي كده الصوت مظبوط. ماشي اوكي طيب. نبدا يا شباب على بركه الله. نقول ان احنا اتكلمنا امس على موضوع القياده، واتكلمنا عن القياده بشكل عام، وقلنا ان القياده موجوده دلوقتي في تعريفين عندي: قدره المدير على التاثير في المرؤوسين بالعمل وحماس وثقه، وفي نفس الوقت القيادة القدرة التي يمتلكها شخص على التأثير أفكار الآخرين وتجاه تميلهم. اتكلمنا وقلنا في مصادر قوة للقيادة، وقلنا إن هي قوة، في قوة شرعية، قوة قانونية، قوة الإكراه والإجبار، وقوة المكافأة، وقوة الخبرة، قوة الإعجاب. دول 5 مصادر من القوة من القيادة بيستخدمهم القائد علشان يقدر يتحكم في الموظفين عنده، بيتحكم فيهم من الناحية القانونية أو من ناحية التأنيب والعقاب المادي أو المعنوي إذا طبعا الموظف أثر في عمله، وفي قوة المكافأة بحيث إن هو بيقدر يحفز الموظفين اللي عنده في رواتب أو في مكافآت أو علاوات، وقوة الخبرة وقوة الإعجاب. أنواع القيادة عموما عندي في الديكتاتورية ومتسلط والديمقراطي والشخصية، محتاج إنك تعرف وتطلع عليهم كده قراءة بسيطة. والقيادة الأبوية والقيادة الغير رسمية، قلنا هناك موجود عندي 5 أنواع من أنواع 6 أنواع من أنواع القيادة: القيادة الديكتاتورية، المتسلط والديمقراطي والشخصية والأبوية، واتكلمنا على الغير الرسمية. طبعا الحاجات دي كلها اتكلمنا عليها في النقطة دي امبارح. نظريات قلنا نظريات مش مهمة أوي يعني، ما اتكلمناش فيها كتير، لكن مهم جدا انك تعرف صفات الفعال، القائد الفعال او القيادة الفعالة. مهم جدا تكون عارف القيادة الفعالة ان هو تكون بيحتوي على عدة صفات، ولو هو موجود داخل الصفات القائد ده لديه الصفات الفعالة، فبالتالي هيكون الموضوع واضح جدا. طبعا احنا قلنا فيه 7 صفات، او قلنا امبارح ان هم 11 صفة 11. في طبعا انت السؤال جالك في الواجب عايز تكتب يعني ما تقلش عن 5، كتبت 5 كتبت 6 مش مشكله، حاول كده ما تقلش عن 5، والله لو كتبت 3 مفيش مشكله، بس انت بس خلي بالك في ايه، في الاختبار الشهري لو جالك السؤال ده، لان السؤال ده موجود في الاختبار الشهري، خلي بالك منه. صفات القائد الفعال: الطاقه الجسميه، انت لو من الشخص اللي بتحب الحفظ فانت احفظ من الكتاب على طول، لو انت الشخص اللي بتحب الفهم حاول تفهمهم وتكتب باسلوبك مفيش مشكله، اهم حاجه الاسلوب يكون داخل النطاق. القدره على تقويم سلوك الموظف والاداء الوظيفي، او القدره على زرع الثقه بينه وبين مرؤوسيه، في نفس الوقت القدره على التخطيط والتطوير والاستقرار والطاقه الجسميه والطاقه، القدره على التخطيط والتطوير. الموضوعيه: يتميز القائد الناجح بالموضوعيه في مقدماته مع مرؤوسين وعند اتخاذ القرارات، ويكون عنده مهارة في الاتصال والدافع الشخصي والمهارة الاجتماعية والمقدرة الفنية. مهم جدا يا شباب انك تعرف صفات القائد. اكرر تاني ان السؤال ده موجود في الاختبار الشهري اللي هو هيكون الاسبوع القادم. مهم جدا مهم جدا مهم جدا مهم جدا خد صفات القائد الفعال. طيب لو سألك سؤال وقال لك يعني الدافع الشخصي، عشان السؤال ساعات بتختلف، ممكن تجي لك صح وغلط، وممكن تجي لك بشكل كتابي زي ما جالكم في الواجب كده يعني، انت خلي بالك ان الاجابات او الواجبات اللي انا برفعها لكم دي بيبقى غالبيتها 90% من الاختبار الشهري بيكون موجود فيها. طبعا مهم جدا انك تعرف، لو سالك قال لك الدافع الشخصي من صفات القائد الفعال طبعا تقول صح، لو قال لك المهاره الاجتماعيه من صفات القائد الفعال صح، لو قلت لك 3 حاجات قلت لك الدافع الشخصي، المهاره الاجتماعيه، المقدره الفنيه، دول من صفات القائد الفعال، اجابه صحيحه. كتبت ان الدافع الشخصي فقط هي من صفات القائد الفعال، خطأ طبعا، مش دافع الشخصي بس، مش قال لك، قال لك كلمة خطأ فقط، دي مشكلة في فقط، خلي بالك يعني ركز في كلمة فقط دي، لأن ساعات ممكن لو كان العنصر فيه أكتر من حاجة وقال لك فقط بس، لا دي مشكلة، تبقى تحس إن الموضوع كده فيه مشكلة، لازم ترجع تبص عليه بشكل تاني بشكل تاني. مهم جدا انك تعرف الصفات، وقلت سؤال مهم جدا لازم تاخد بالك منه النهارده ان شاء الله. هتكلم على الوحده السادسه، وهي وحده اتصال، والاتصال دي من الحاجات الوحدات الخفيفه جدا وسهله جدا. الاتصال يعني الاتصالات الاداريه واتصالات، طبعا في
في الوحده دي طبعا هتعرف مفهوم الاتصال وتحديد طرق الاتصال ومعرفه تدفق الاتصال وطريقه عمليه الاتصال وتحديد مواقع عمليه الاتصال وكيفيه زياده فعاليه الاتصال واختيار الوسيله المناسبه للاتصال ايا كانت في المؤسسه. طبعا مهم جدا تكون مهم جدا انك تخرج من الوحده دي عارف نقطه واحده مهمه جدا. انت دلوقتي لو شغال في شركه وانت بتوصل معلومه لحد، بتوصل معلومه لمديرك او بتوصل معلومه لمشرفك او انت مدير وانت بتوصل معلومه لموظفينك، حاول تتاكد او حاول تعرف ايه هي الطريقه المناسبه انك تنقل بيها الرساله وانك تتاكد ان هم او هو فهم الرساله. مهم جدا مهم جدا يا شباب في الوحده السادسه الاتصال الاداري انك تعرف الموضوع ده. يعني انت دلوقتي عندك موظفين شغالين معاك او عندك مدير او عندك مشرف، حاول توصل الرساله مظبوط. يعني ايه مظبوط؟ يعني انا دلوقتي محتاج ان انا عايز ابعت ايميل للمدير بتاعي او ابعت ايميل للمشرف بتاعي. لو هو من النوع ان هو بيفتح الايميلات ومركز في الايميلات على طول، يبقى دي وسيله كويسه. لا والله هو الموضوع مش هيتفهم من الايميل ومحتاج اتصال تليفوني، يا ريت تتصل افضل. ليه؟ لان ساعات بيبقى في ايميلات مش مفهومه. لو هل ده التواصل ممكن يكون على الانترنت على الواتس او على اي برنامج من برنامج التواصل، لو هو تقدر توصل له الرساله دي اوكي. يعني شوف الرساله المناسبه، شوف الوسيله المناسبه للاتصال وتتواصل معاه فيها. مهم جدا يا شباب عشان تكون فاهم النقطه دي. طيب عندي الاتصالات الاداريه، قلنا طبعا يعني خلال الفتره اللي فاتت تطورت الموضوع بتاع الاتصال، وطبعا استخدام التقنيات المستخدمه دلوقتي والكم الهائل من المعلومات اللي احنا موجودين عندنا دلوقتي، وقال لك ان المدراء عموما الاداره بتقضي من 60 ل 90% من وقت العمل الرسمي في الاتصال. يعني بيفضلوا طول 60 ل 90% اتصال، ممكن يكون اتصال تليفوني، ممكن اتصال ايميل، ممكن يكون اتصال فيس تو فيس، يعني يكون الشخص قدامك، يعني ممكن يكون اتصال اونلاين على حسب الاجتماع، ممكن يكون اونلاين زي ما احنا بنحصل دلوقتي على حسب طريقه التواصل بتكون ازاي. بس احنا اتاكدنا ونعرف ان في نسبه كبيره جدا من 90 من 60 ل 90% بيقضوا مكالماتهم او وقت عملهم في الاتصال. طبعا الاتصال من الوظائف الاساسيه في العمليه الاداريه، الشغل الاداري كله قايم على الاتصال، ومهم جدا تكون عارف الاتصال. وفي الفصل ده طبعا هنتناقش مع بعض مفهوم الاتصال وطرق وعناصر عمليه الاتصال واتجاهات الاتصال، المعوقات التي تواجه عمليه، في معوقات طبعا في كل حاجه معوقات، ازاي ازود فعاليه الاتصال وفي نفس الوقت اختيار وسيله الاتصال. تعريف الاتصال، هناك اتفاق تام على أهمية وجود نظام فعال للاتصال في المنظمة، ولكن هناك اختلاف على تحديد تعريف دقيق لمفهوم الاتصال. طبعا عرفت منظمة تدريب المشرفين أو المشرفين الأمريكيين أن تبادل المعلومات والآراء من أجل إحداث، طبعا موضوع يعني الاتصال ده أن هو تبادل معلومات، تعريف الاتصال عرفوه أن هو تبادل معلومات وآراء من أجل إحداث تفاهم وثقة متبادلة أو إحداث علاقات إنسانية جيدة. طبعا في تعريفات مختلفه، زي ما مثلا قدامكم دلوقتي عملت مثلا هايلايت على تعريف المنظمه الامريكيه، ده تعريف وفي كونتز وزملائه عرفوا برضك الاتصال. طبعا عمليه الاتصال انها تبادل معلومات واراء من اجل احداث تفاهم وتبادل وثقه، وكونتز ارسال وتحويل المعلومات من المرسل الى المستقبل مع ضروره فهم المعلومات من قبل المستقبل. طيب في عندي يعني طبعا شخص تاني اسمه برادان، ده برضك عرف الاتصال بان هو عمليه جمع الكلمات والاحرف والرموز والرسائل والطريقه التي يمكن بواسطتها لاحد اعضاء المنظمه ان هو يشترك في المعنى والمفهوم في عضو واحد. دي تعريف للاتصال بشكل عام.
طيب طرق الاتصال مهم جدا. طرق الاتصال عندي 4 طرق للاتصال عندي، طبعا هعلمك عليها. الاتصال الشفوي يعني بتقوم على موضوع الاتصال من وجه لوجه او بالتليفون. الاتصال الشفهي وجه لوجه او بالتليفون، التقاء المرسل بالمستقبل، المستقبل او العرض الرسمي او الخطابات الشفويه او الاجتماعات ومؤتمرات، القاء خطاب، محاضره على الجمهور. ايه فوائد الاتصال الشفوي؟ الاتصال الشفوي يا شباب ان هم بيدي ردود فعل سريعه، يعني لو في حد ما فهمش ممكن يقول له لو سمحت ممكن تعيد الكلام اللي حضرتك قلته تاني، او تقدر توضح منه. طبعا النوع ده من انواع الاتصال بيفيد في 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 موضوعات انك تقنع الطرف الاخر وجها وجه او مواضيع سريعه. يعني مثلا وانت محتاج تفاوض مديرك ما ينفعش تفاوضه في التليفون، لازم تروح تكلمه، او تفاوض حد معين لازم تكون وجه لوجه افضل من الاتصال. عيوب الاتصال ده، في عيوب ان هو بيستغرق وقت اطول وكم في الاجتماعات، ممكن يؤدي لسوء فهم المستمع الاقوال المرسل. ساعات بيبقى فيه مفيد جدا هو الاتصالات الشفويه، بس في بعض من عيوب العيوب ان هو ممكن الاجتماع يطول وتحس بملل لان الموضوع خد وقت كتير. يعني ده الاتصال الشفوي اللي هو اول نوع من انواع الاتصالات او طرق الاتصال، وهم 4 انواع. الاتصالات الشفهيه كانت اول واحده. رقم 2 الاتصال المكتوب. طبعا المكتوب واضحه ان هو الاتصال المكتوب هو اتصال يشمل اتصال مكتوب على اشكال متعدده، من ابرزها الخطابات، المذكرات، تقارير، اقتراحات، شكاوى. وتتميز هذه الطريقه بانها موثقه ومدونه، يمكن نرجع لها وقت حاجه. دي مهم جدا الاتصال. فطبعا معظم دلوقتي لو انت عايز طلب من مديرك او طلب من اي حد بيقول لك اكتب طلب وقدمه، لان تتوثق يتم اخذها سكان وتتحفظ في ملفك. فطبعا مهم جدا يعني النقطه دي ان انت تكون عارف الاتصالات المكتوبه، ممكن عشان للهدف ان هم يرجعوا ليها في اي وقت، وتكون عندها ابرز الخطابات بتاعتها والشركات والتقارير والاقتراحات والشكاوى عموما. يعني مهم جدا النقاط دي يا شباب تكونوا عارفين. قلنا الاتصال بشكل عام او الاتصال المكتوب او الاتصال الشفهي مهمين جدا دلوقتي في عصر الاتصالات. طيب تعال ندخل بعد كده على الاتصالات الغير اللفظيه. يعني ايه غير اللفظيه؟ يعني عن ممكن مثلا يكون الشخص من لغه العين، ممكن لغه العين وحركه الجسم تعطي دلاله ان واضحه عن عدم الرضا او عدم الرضا للموافقه او عدم الموافقه. ممكن مثلا يكون انت قاعد مع مدير او مشرف ويهز لك راسه كده ان هو موافق على حاجه، وانت فهمت كده ده اتصال غير لفظي عن طريق الوجه وعن طريق طريق الوجه او عن طريق العين، بتفهم منه حركات الجسم، بتفهم منه ان هو يكون حد بيتكلم مثلا معين بطريقه ويعمل لك ان هي انتظر، يعني انتظر شويه كده. يعني مهم جدا انك تعرف النقطه دي. نقطه من ضمن النقاط مهمه جدا ان انت تكون لازم أن تكون عارفها. نكمل عند الاتصال الالكتروني. اتصال الكتروني وهو الاتصالات الالكترونيه المكتوبه عن استخدام الحاسب الالي كالبريد الالكتروني او استخدام الفاكس. مهم جدا ان تكون عارف الاتصال الالكتروني ايه اخباره، وايه الاتصال بيكون عامل ازاي، بيكون عن طريق الايميل زي ما اتكلمنا، او طريق الفاكس، او ايا كان من طريق التواصل. مهم جدا ان دلوقتي دولت عناصر موجودين مهمه جدا للاتصال. وفي عندي الاتصالات المصوره وهي كانت اخر نوعيه من الاتصالات، نوع من انواع الاتصالات مهم جدا ان تكون عارفها. هم اهم حاجه الاربعه يعني الاولانيين. الاتصالات المصوره يعني ممكن تدخل هي اصلا في الاتصالات الالكترونيه عادي، نفس المعنى ونفس الاتجاه ونفس كل حاجه. تمام كده عندنا خلصنا جزئيه مهمه جدا وهو طرق الاتصال. نقول تاني عندنا طرق شفهيه وطرق غير شفهيه، وفي طرق الكترونيه وفي طرق غير لفظيه، ودول الطرق المصوره. ك
اتكلمنا فيها بشكل مهم جدا، وقلنا مهم جدا والاتصال المكتوب، قلنا دي طرق اتصال مهم جدا. طيب تدفق الاتصالات، يعني مثلا الاتصال ده جاي لي منين، من اعلى الى اسفل، ولا اتصال صاعد، ولا اتصال افقي؟ انا هعمل لك عليهم دلوقتي هايلايتس مهمين جدا تعرف. طبعا تدفق الاتصال عندي اتصال، حاجه اسمها اتصال نازل، اعتقد تماما ان انتوا كمان في ماده على طريقه التواصل الفعال او اي حاجه ممكن تكونوا تدرسوها دلوقتي او درستوها، فهتلاقي برضو في معلومات من هنا بتاخدوها برضو. اتصال صاعد واتصال ثانية واحدة بس يا جماعة، دي واحدة. واضحة الصورة كده يا جماعة، ولا في حد يبلغني ان الصورة واضحة يعني؟ تمام. طيب نكمل. قلنا تدفق الاتصالات، عند اتصال دائم او اتصال نازل، واتصال صاعد، واتصال افقي. طب ايه اتصال النازل دوت، او النازل ده بيكون عموما من اعلى الى اسفل، يعني من الجهه العليا او الاداره العليا الى الموظفين او الاداره تحت. اتصال صاعد من اسفل الى اعلى بتكون عن طريق مثلا لو في معلومات او اقتراحات ترفع للاداره العليا، فبيجي من تحت من المشرفين او الموظفين الى الاداره العليا عن طريق نظام من اسفل الى اعلى، ده اسمه اتصال صاعد. اتصال افقي بيكون يتصل مدير الانتاج بمدير شؤون العاملين، يعني مثلا من مدير لمدير، ده اسمه اتصال افقي. مهم جدا ان انت تكون عارف ثلاث انواع من انواع الاتصالات عموما، يعني ده اتصال نازل، اتصال صاعد، اتصال افقي. مهم جدا ان انت تكون فاهم الثلاث انواع في تدفق انواع الاتصال. طيب نعلمك برضك على الافقي علشان خاطر الموضوع تبقى واضح معاك. افقي دولت ثلاث انواع. بعد كده بننتقل لنقطه مهمه وهي عمليه الاتصال. عمليه الاتصال بتنتقل معانا من المرسل والرساله وقناه الاتصال. المرسل يقصد به الشخص او مجموعه الاشخاص كالتلفزيون او الكتاب او اذاعه يرد منه التاثير بطريقه عموما يعني، والرساله وقناه الاتصال. المرسل الشخص اللي عايز يوجه الرساله بنفسه، الرساله هي الافكار او التعليمات او المهارات اللي انت عايز توصلها، والمرسل ده اول عمليه اتصال. بعد كده الرساله، وقناه الاتصال. قناه الاتصال، هل انت هتستخدم مثلا انترنت، هل هتستخدم الفاكس، هل هتكتبها، هتعملها ازاي، دي ثلاثه. ومستقبل الرسالة هو الشخص اللي انت، الطرف الاخر اللي انت عايز توصل له الرسالة بشكل عام، ده مستقبل الرسالة. عندي شكل رقم 4. والتغذية المرتدة اللي هو الفيدباك ان انت عايز تتعلمه بشكل عام. يعني ايه التغذية الراجعة؟ يعني ممكن يكون حد يرد عليك، يا اما بالرد بالاجابة او بالسلب في موقف طلب انت طلبته مثلا من مديرك، كانت زيادة راتب أو مثلا طلب أجازة، فبتاخد تغذية راجعة أو تغذية مرتدة اللي هي يا إما يا إما لأ، يا إما في أسباب، يا إما يكلمك. ساعات بيوصل رسايل بيحتاج جدا إن أنت تتكلم أو ترجع تاني للمدير
يتفهم منه او يحتاج اجتماع علشان يفهم منك نص الرساله اللي انت عايز توصله. دولة الانواع عموما اللي هو عمليه اتصال، عناصر اتيه. عمليه اتصال عشان تبقى كامله لازم يكون في مرسل بيرسل رساله، وفي لازم يكون في رساله، ولازم يكون في قناه الاتصال، ولازم يكون زي ما فهمناك قناه الاتصال اللي انت تستخدمها. وبعد قناه الاتصال بتوصل لمرحله المستقبل للرساله، وبعد كده بتاخد تغذيه رجعه. طيب معوقات عمليه الاتصال، معوقات عمليه الاتصال بشكل عام، وهو ايه اللي بيخلي المعوقات. يعني بيقول لك ان في حوالي 80% من الاداره العليا يؤكدون بان صعوبه الاتصال هي احد المشاكل الرئيسيه تواجههم في العمل. طب ايه هي المعوقات اللي في الاتصال عموما؟ عندي زي ما انتم شايفين 10 معوقات. انت تعرف منهم 2-3 كده تكون فاهمهم. سالك السؤال قال لك ما هي معوقات الاتصال؟ في طبعا عدم وجود خطه جيده للاتصال، ممكن يكون الشخص مختارش الوسيله المناسبه للاتصال، ممكن اخترت استخدمت الفاظ او معاني غير واضحه طبعا في الرساله، مثلا مرور المعلومات بعرض كبير جدا، ممكن سؤال شفهي. يعني انت قلت معلومه لحد راح ينقلها لحد، وحد راح ينقلها لحد، توصل للمدير بشكل مختلف تماما غير اللي انت كنت تقصده. عدم توافر مهارات الاتصال الجيد، مثلا مهاره التحدث، الكتابه، القراءه، ايا كان. عدم القدره على صياغه الافكار، ممكن يكون في تشويش، يعني عوائق طبيعيه، تشويش مثلا في صوت عالي في الرساله ما وصلتش، في انترنت عموما، ضعف الاصغاء في مشكله فيه مثلا معين، وعدم الثقه او الخوف. دولت رقم 9. 10 الرقابه على الاتصال، ممكن ساعتها في رقابه على الاتصال، ممكن يكون حذف بعض البيانات او بعض المتضمن الرساله بحيث ان انت تكون الموضوع معاك واضح. طيب الشباب اللي بتكتب اسمها بعد اذنكم، احنا لسه ما خلصناش، فمحتاجش حد نكتب الاسم بعد اذنكم دلوقتي، بحيث ان انا باخد الاسماء بعد ما نخلص، يعني الشات او الحضور بيتاخد في الاخر، فمحدش، عشان ساعات بيجي رساله بحيث ان ممكن يكون في صوت مش واضح او حد مش فاهم نقطه معينه، فيا ريت يا شباب بس ما تستخدمش الشات غير في الحاجات الضروريه فقط بس. اشكركم جزيلا. سابعا زيادة فعالية الاتصال، ودي نقطة مهمة جدا، وعندي بعد كده اختيار وسيلة الاتصال، ده آخر نقطتين هنتكلم فيهم سريعا. أول حاجة زيادة فعالية الاتصال، وهو عندي 9 عناصر في زيادة فعالية الاتصال، وده محتاج جدا زيادة فعالية الاتصال. بيكون عندي قلنا 9 عناصر: وضوح الفكرة والتعبير عنها بشكل جيد، واتكلمنا على الاستفادة من ردود الفعل العكسية، واختيار أفضل الوسائل المناسبة للموقف نفسه. المعرفة التامة بالمعلومات والثقة في مصدر الرسالة وفي الاتصالات الكتابية والاتصال بوقت مناسب، دي برضو من ضمن العناصر. طلع عليها اختيار وسيلة الاتصال. طبعا في مدى، مفيش طبعا وسيلة واحدة للاتصال، وفي عدة وسائل اتصال، وعندي في مسافة أو عدد الأفراد المطالب بهم وأهمية الرجوع للرسالة مستقبلا، دي اختيار وسيلة الاتصال مهم جدا تكون عارف فيها. طبعا أعمل لك عليها تحديد بحيث إن أنت تكون تقرأ بس كده الحاجات دي. أنت عندك 7 نقاط أعرف منهم نقطتين، جا لك السؤال كيفية زيادة فعالية الاتصال، مهم جدا تكون عارفه. بس النقاط دي المهمة اتكلمنا فيها النهاردة. كده خلصنا بحث السادسة يا شباب، نركز فيها أرجوكم. عندك معوقات برضو عملية الاتصال، مهم جدا تكون عارف المعوقات. حددناها قدامكم.
تعريف الاتصال، وتكلمنا على طرق الأربعة الاتصال أو نوعية الاتصال، عندي اتصال A واتصال A، وعندي تدفق الاتصال، اتصال صاعد، اتصال نازل، اتصال أفقي. اتكلمنا على طريقة التواصل بشكل عام، وقلنا عملية الاتصال هو عملية اتصال العناصر الأتية: المرسل، المساهمة، قناة الاتصال أيا كان. واتكلمنا على معوقات الاتصال، وقلنا مهم جدا تعريف معوقات الاتصال، واتكلمنا على زيادة فعالية الاتصال، وآخر حاجة اختيار وسيلة الاتصال. أشكركم جزيلا، يا ريت الشباب اللي كتب اسمه من النت عشان الحضور هاخده من دلوقتي، فبعد إذنكم نكتب اسمنا من دلوقتي، فيا ريت بس ناخد الحضور من دلوقتي، يعني مثلا بعد إذنكم الكتاب الشباب اللي كتب اسمهم قبل كده، معلش مش هقدر اخد اسمك دلوقتي، فلازم تكتبه تاني. ال 19 اسم.